تشكر تشكر يا شباب. اول حاجه الحمد لله والشكر لله، يعني ده دليل انه انا زول مسلم، يعني فهمتني، يعني مسلم حق، مؤمن بالكتاب والسنه ولا يكفر احد. شفت الموضوع ده كيف؟ لا يكفر احد كده. انا اخش جوا الموضوع طوالي كده. بالمناسبه انا والله اقسم بالله من 2017، انا جيت جامعه 2014، لكن من 2017 دايركم تدونوا فرصه ما يعني تدون، انا ما عارف يعني حركتكم دي قاعد تعملوها لشنو يعني. ها يا جماعه، انت اول حاجه انا جبت جاي من السوق، لقيت جامعاتكم دي كلهم قاعدين برا منتظرين انكم تجوا عشان تخشوا معاهم، بالتالي انا كان داير اتكلم ما في زول يعني يعمل ازعاج يا جماعه، والمحتاجين دوره تدريب انا بعملها يعني احترام النقاش. لا لا يا جماعه دي حاجه مهمه عشان ما في واحد يقوم يقول كده وبتاع، انا داير اتكلم حاجه هنا معينه بالمناسبه، ودار يزول اسمعني، والاهم من ده دار اجابه منطقيه جدا بعدين في كلامي. يديك العافيه. موضوع محاضره داعش، طبعا برجع من ورا كده، محاضره داعش انا من ضمن الناس اللي كان ماشي محاضر، وبالمناسبه عندكم حاجه ايجابيه انه انا يعني في ايجابيات قايت على المجتمع السوداني منكم كده كويسه. محاضره داعش انا كنت مشيت، داعش قاعه الصداقه مؤمنه بجهاز الامن السوداني بالمنطق كده، بس بالمنطق وريني جهاز الامن ده قدامي امنوا داعش، وانتوا عندكم محاضر هناك شنو؟ دي اذا كان انتوا ما عندكم علاقه يعني بجهاز. وحسي ما شاء الله قبل يعني جد دعمت موقفك، قلت ناس ناس الدولة السودان الحكومة يعني الحكومة الفاتت الجميلة ديك انه شالوا محاضرتكم دي، لو قالوا احنا عندنا محاضرة الناس دي ما حيشيلوا المحاضرة الا اذا كان عندهم يعني عاطفة جميلة جدا معاكم. ما في زول بيجي بيشيل حاجة من عدوه بيجي ويقول ده حقي يا زلمة، الا لو زول اخوك، لو اخوك عمل حاجة تشيل الكلام بتاع اخوك ده انه ده حقي. عدوك لو عمل حاجة عارف انه ده كلام عدوك. اجابة منطقية للسؤال الاول حاجة. والمحاضرة الثانية اللي كان عملتوها هنا قريب في 2020 بعد الثورة، وبالمناسبة انت عندكم مواقف متناقضة جدا، موقفكم قبل الثورة، انت عندكم محاضر هناك اثناء الثورة كان شغال، الناس قاعدين يموت هناك، انتوا قلتوا ما اعرف ليك جيت تتكلموا انه الناس ما يطلعوا بتاع و و و انت يا جماعة انتوا بالمنطق انا ما اعرف الكلام ده ما قاعد يخش عقلي يا جماعة. هسة جيتوا هنا طوارئ جيت قاعدين تتكلموا ان احنا المفروض الناس لازم يطلعوا، وهسه شوف الجماعه ذي ذي جماعتكم انتوا. الحاجه المفهومه ما تناقض نفسك. شوف هنا كويس يا جماعه، انا هسه تكلمت انا قلت لكم ما 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 تعمل انترابشن، يعني ما تعمل انترابشن. الحقيقه انا افهمها لك كيف، انه في الزمن ده انتم انا ماشيين بالسياسه عديل بالسياسه، تغيروا مناهجكم على حسب السياسه اللي انتم ماشيينها. وبعدين اقول لكم حاجه كمان، هسه حاليا في تطبيع مع اسرائيل، ليه ما جبتوا كلام السعوديه وعلاقتها مع امريكا مع اسرائيل؟ امريكا عندها علاقه البنت المدلله مع اسرائيل، مع امريكا مع السعوديه. يا شيخنا انت سوداني تابع للسعوديه يا شيخنا، انا لا ما تسوي لنا حركاتك دي، انت ممول من السعوديه وعندك حقائق ثابته، يعني عشان السعوديه عندها علاقه مع امريكا واسرائيل البنت المدلله لامريكا، اذا احنا ما حنتكلم عن اسرائيل وتطبيعها مع الزول اسمه حمدوك، بالتالي معناه انت حاليا حتتكلم عن الحريات الدينيه، انا عندي فرصه دا اتكلم، انت قاعد تجاب هنا صاحب بالمناسبه يا شيخ مزمل. خطر الالحاد على المسلمين، خطر الالحاد على المسلمين. الشباب ما انت دار تتكلم على الشباب على المسلم، دار تتكلم لا خطر الالحاد على الجمهوري مثلا، ما دار تتكلم خطر الالحاد على المسلم. بالمناسبه العنوان انه المفروض يعدل يكتب خطر المسلمين على الاسلام. الله يا جماعه دقيقه بالمنطق، شوف هنا يا جماعه، انتوا اول حاجه الناس دي ما قالوا لكم اي حاجه، اي في هم في ناس بيتبعوا الموضه الانجليزيه الغربيه وهم قاعدين يعملوا الحريات الدينيه ما اعرف سيداو وبتاع، لكن اذا كان انت اسلامك جميع يعني اسلامك قوي ما في زول حيتبع له اصلا، ما حيبقى علماني ما حيبقى هناك. هسه احنا حاليا عندنا كم فرقه بيتكلم عن الاسلام، اي واحد عنده بتاع، انت جيت هنا قاعد تنقض الله قال في كتابه اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. ده قال انا ربكم الاعلى، انت جاي هنا ترهبون به عدو الله وعدو انت يا جماعه. شوف هنا انت عندكم كم سنه، انا من هنا من جيت هنا 2014 لحد 2000 هسه 2020،
للان الناس اللي قاعدين يحضروا لكم انا متاكد لعمر السبيان 90% منهم دايرين يضحكوا بس بالمناسبه. اي اي بعمل لكم دورة تدريبية في احترام النقاش بس ما تتكلم. اي بعمل دورة تدريبية ان شاء الله. يا جماعة الحاجة المهمة من ده كله كلام بتاع انه انت هسه سجيت قلت فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. المتحدث الأول اللي جه هنا قاعد يتكلم أي زول لازم يكون مسلم. أنا قاعد في أكبر مناسبة قاعد أسمع الكلام ده. قال اي زول لازم يكون مسلم وما عنده خيار. قال كده. بعد ذاك شيخ ابو بكر شيخ مزمل جو قال شنو؟ لا لا الزول الاوت اوف ذا بوكس يعني البوكس اللي فوق اسلام هو عنده حريه انه يكون مسلم او مسلم، لكن هو حيكون مع الناس اللي بيخشوا النار. السؤال هو ما هو الغرض من وجود الجنه والنار؟ تذكير تذكير يا جماعه تذكير معلش يا شيخ مزمل فكرة. تذكير انا داري اجابات والله عشان باقي ما تتهرطق انا داري اجابه منطقيه لسؤالي. طيب طيب هو طلب قال انه ما يهتروا بيه وعمل رساله بتاع التذكير مره اخرى قال برضه ما يهتروا بيه. طيب ما حنحتر بيك. قال محاضرتكم بتاع داعش كانت مؤمنة بها جهاز الأمن السوداني وده دليل قال على إنكم ما عارف شنو كده ما عارف. أول حاجة خلي زمن الكيزان هسه برضه مش عملنا محاضرة خطر الإلحاد لما تصدق لك قاعة من القاعات خلي محاضرة دينية لو حفلة عرفتها لي خديجة جردل مثلا في قاعة في حاجة اسمها تصديق بتاع حفلات تصديق. التصديق ده بتجيبه من وين؟ من الشرطة. الشرطة بتاعته ده القانون بتاعهم كده هسه خليه فات ذاته الكيزان هسه دي بعد زمن الكيزان بتمشي للشرطة بتاعت ولاية الخرطوم هنا جنب جامعة النيليل عندنا حفلة بخديجة جردل بيقوم بيصدق لك الضابط وبيديك شروط انه الحفلة دي ما عارف ما تكون فيها كيف مشاكل ولو في أي مشكلة هتتحملوا المسؤولية وكلام كثير. شرطة ولاية الخرطوم بتكتب لك جواب وبتدبسه يعني ما يحق لك تفتحه معنون إلى جهاز الأمن بقول لك امشي لهم هم يصدقوا لك حتى أنت جيني راجع أنا أختم لك ويكون ده التصديق النهائي بتاع الحفلة وكذلك المحاضرات ده الموضوع. والتصديق ده غايته شنو؟ غايته إنه الجهات اللي صدقت منها دي أمن ولا شرطة ما أنا سلامني هسه برضه موجودين زمن الكيزان كان في امن وهسه في امن برضه كيف ما في يعني بيجوا بعدين بيعملوا حمايه لو في مشكله فضوها ويسوقوا الزول اللي عمل مشكله الى اخره. ده خلاصه الموضوع انه جو حرسوا ونحن ذاته ما قلنا لهم تعالى حرسوا هسه ركونا ده ما حارسينه يا زلمه في ناس شفاته من اخواننا هنا حارسينه عرفت كلامي؟ فدي ما فيها مشكله لكن لو جو براهم هسه انا سلمنا الجداد ديل الجداد ديل لو جو وقفوا بدوشكاتهم جو حرسوا نحن بنقدر نطرده؟ ما بنقدر نطردهم يا اخي ده ما موضوع ذات ده ما موضوع انت تتكلم عنه ولا موضوع اصلا تطرحه. بس انت الحارقك شنو في محاضره داعش؟ ما هي المحاضره حارقك عشان كده قلت المحاضره دي كان بالتعاون مع جهاز الامن. المحاضره دي الحارقك فيها شنو؟ نحن تكلمنا عن ناس متطرفين ناس بيفجروا المسلمين ناس بيزنوا بالنساء وبيغتصبوا النساء المسلمات وبيقولوا ده جهاد النكاح. انت الحرقك شنو في الموضوع ده الاخير ده ولا قبله؟ طيب قال قلتوا انتوا اسع لازم قال انتوا متناقضين قال في بدايه الثوره قلتوا ما بيجوز الخروج وهسه قلت لازم تخرجوا وتطلعوا 200 قلنا هسه ثاني ما بيجوز الخروج خلي الكلام الان كلام كله خلي الان اسمع الكلام ده مننا ونحن مسؤولين منه أمام الله ما بيجوز الخروج وأسا ما بيجوز الخروج موقفنا واحد ما تغير أبدا. ليه؟ لأنه ده موقف شرعي مستند على أحاديث نبوية ومن قبل آيات قرآنية. النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وبعد ما ترى الكفر البواح ما بيجوز لك تخرج
على الحاكم الكافر كفر بواح عندك فيه من الله برهان إلا إذا توفرت شروط الخروج من عداد العدة وعدم وجود المفسدة. الأعظم إذا خرجت لو ترتب مفسدة أعظم من مفسدة بقائه ما بجوز تخرج حتى لو كفر كفر بواح. ده دين يا زول وعندنا عليه أدلة وما بتقدر تناقشنا فيه لا أنت لا أمثالك، عرفته؟ لأنه أنت بتتكلم بدون دليل. طيب بتتكلم بدون دليل أصلا، نحن من قبيل بنقول لك قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكر أداك لها بالإنجليزي وغيره كلها. طيب بعد ذلك قال موضوع التطبيع مع إسرائيل، وطبعا بعض العلمانيين قالوا والله الليلة الناس نسألهم من السؤال ده. أول حاجة زي ما قال لك شيخ أبو بكر ده هو النقطة، وأنا حفصل لك الموضوع من ناحية فقهية عشان تكون فاهم، ما تكورك ساكت. وأي زول بيقدر يرد علينا من ناحية فقهية علمية بالدليل من الكتاب والسنة ليجي، أما الكوراك أي زول بيقدر يكورك وديك بكورك أديك بكورك، لكن من ناحية علمية ما بتقدر يا شيخنا، عرفته؟ إلا تكون متعلم تتعلم العلم ده حتى تقدر تناقش. أول نقطة، السؤال ده ما بتسألنا لو نحن، لأنه ما نحن ولا طبعنا مع إسرائيل ولا حنطبع مع إسرائيل، ده واحد. النقطة الثانية، النقطة الثانية، كلمة التطبيع من أين جاءت؟ أصلاً جابوها الإخوان المسلمين الكلمة دي تطبيع، عرفت كلامي؟ الجواب، هل يجوز التطبيع مع اليهود ولا ما يجوز التطبيع مع اليهود؟ الجواب، ماذا تقصدون بالتطبيع؟ ده نحن، احنا ما مشينا لإسرائيل لكن احنا دارنا نجاوب ليك برضو عشان تكون فاهم عشان ما تكورك ساكن. ماذا تقصدون بالتطبيع؟ انه ناخذ طباع اليهود وصفات اليهود ونوال اليهود ونحب اعداء الله من اليهود، هذا حرام. الدليل قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. الآية ده الدليل من القرآن، نحن نتكلم لك بدليل، ما كوراك ساكت. أما إذا كان يقصد تطبيع مع إسرائيل، عقد الصلح مع إسرائيل، عرفتها؟ أنا بتكلم لك عن مسألة علمية، عرفتها؟ مش نحن سوينا، إحنا ما سوينا، نحن قاعدين ننجم العلمانيين هنا، ما سوينا أي حاجة، لكن ده فهمك عشان أنت ذاته ما تكون دلوك ماشي ساكت. وكلامي ده للعلمانيين، إذا قصد بالتطبيع العهد، العهد مع اليهود ينقسم إلى ثلاثة أقسام في الفقه الإسلامي: عقد مؤبد، عهد شنو؟ مؤبد، وهذا لا يجوز لا مع اليهود ولا مع النصارى ولا مع غيرهم من الكافرين، لأن العهد المؤبد يؤدي إلى تعطيل الجهاد، والجهاد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ذروة سنام الإسلام، وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ده العهد المؤبد، عرفته؟ نوع ثاني نمرة اثنين، العهد المطلق مع اليهود مع النصارى، اختلف فيه العلماء على قولين، بعضهم قال لا يجوز، بعضهم قال شنو؟ لا يجوز، وبعضهم قال يجوز ولكن بشرط أن يكون إلى حين قوة المسلمين، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح. والدليل على صحة ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية قال الفقهاء: لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود لما دخل المدينة عهدا مطلقا ولكنه قيده إلى حين قوة المسلمين. ده نمرة اثنين، عهد شنو؟ عهد مطلق وعهد شنو؟ مؤبد. نمرة ثلاثة، عهد مقيد، وهذا يجوز قال العلماء إذا كان أقل من 10 سنوات. أقل من شنو؟ 10 سنوات. الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح وعاهد المشركين في مكة بعدما جاء يدخل يعتمر ورجعوا الصحابة وعملوا بعد ذلك صلح الحديبية، عاهد المشركين في صلح الحديبية لمدة 10 سنوات. 10 سنوات كتب، قال لعلي بن أبي طالب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم
المشرك قال لا لا نعرف رحمانا ولا رحيما، اكتب باسمك اللهم. علي بن ابي طالب ابى يمسحها، النبي عليه الصلاه والسلام قال له ارنيه، قال له هنا، عمل بزاغه بيده الشريفه ومسحها، قال اكتب باسمك اللهم، فكتب باسمك اللهم. قال اكتب بمحمد رسول الله، قالوا لا نؤمن بانك رسول، ولو امنا برسالتك لاتبعناك. اكتب من محمد بن عبد الله، فكتب من محمد بن عبد الله. وكان من شروط العهد ده اللي هو مدته 10 سنوات، من شروطه فيه شروط في ظاهره انه كانه يعني فيها ضغط للاسلام، لكن في حقيقته فيه فتح للاسلام. حوريك الدليل من القران بعد شويه كيف. فانه من الشروط انه لو جاء واحد من المسلم هارب وكان وسط المشركين في مكه وجاء يرجعوا للمشركين ثاني. ده أمر صعب في الظاهر، لكن في حقيقة الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال نعاهدهم على ذلك وسيجعل الله لهم مخرجا. فكان صلح الحديبية اللي هو 10 سنوات اللي هو المقيد ده 10 سنوات كان فتح عظيم للمسلمين. ربنا قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الفتح المبين ما فتح مكة، هو صلح الحديبية، ربنا سماه فتح وسماه شنو؟ مبين. ده من ناحية فقه، من ناحية شنو؟ فقه، دي المعلومة كلها. طيب موضوع الصلح مع اليهود ذاته ولا النصارى ذاته ولا النصارى بيكون في شنو أصلا؟ في شنو بيكون؟ مش زي ده ولا ده، لا ده في الدين هناك بيكون في شنو؟ العلماء قالوا بيكون في ترك القتال، إنه بيتقاتلوا قالوا خلاص اتركوا القتال ده بالثلاثة عهود اللي بينها، واحد ممنوع واثنين شنو؟ واحد يجوز أقل من 10 سنوات، واحد مطلق لكن يشترط بحين إلى حين قوة المسلمين، فيتركوا الحرب، ديل يوقفوا الحرب، ديل يوقفوا الحرب بهذه الشروط. ده موضوع العهد. أما كلمة تطبيع ده جابوها الأخوان المسلمين ناس الكودة، عشان كده أنا قبل كده أنكرت عليهم، لأنه كان قصد ناس الكودة من الكلام ده إنه نتطبع بطباع اليهود، لأنه سألوه قبل كده، ده ما أخو مسلم، سألوه قال لها الحل انه اولاد الزنا كتروا ودار الميقومه، قال الحل انه يلبسوا الواقي الذكري. فداش ده دار يرجعنا لطباع اليهود ولشغل اليهود، عشان كده انا رديت عليهم لانه دي كانت نيتهم، وقلت لهم ده باطل وما بيجوز في مقطع سابق. ده موضوع التطبيع. موضوع السعوديه. السعوديه دي عقيدتي انا، انت مش قلت حريات؟ دي عقيدتي انا. السعوديه بعتبرها افضل دوله على وجه الارض. عرفت كلامي؟ ليه؟ لأنه أول حاجة ما أنت ذاتك عارف الكلام ده، هسه لو كتمت هنا يقول لك يا أخي شوف لنا فيزا راعي يا أخي، أنت ذاتك عرفته؟ ولقينا واحد باسي مجرم قرا معانا النيلين قبل 15 سنة ومسك اتحاد النيلين، لبع الاتحاد ومشي عمل وكالة سفر وسياحة بالسعودية. ديل الناس اللي بينبذوا السعودية ذاتهم، والله كتار قعدنا نلاقيهم، كتار يجي يكسر لك هنا نبذ السعودية بعد شويه طوال يكتب الملف يمشي السعوديه. ناس مجارمه وناس كضابين ساكت. اول حاجه السعوديه بترعى الحرمين الشريفين. واي انسان عنده تقدير واحترام للحرمين الشريفين واجب عليه يحترم السعوديه لانه فيها الحرمين الشريفين. فيها اعظم بيت على وجه الارض. ربنا قال ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ده الكعبة، الصلاة فيها ب100,000 صلاة. احنا مساجدنا الليلة إلا من رحم الله تلقى فيها كيبل مدفون جوا، تقدر تصلي متوضي في البرد، تلقى البرع مدفون وسرواله معلق فوق في القبة. الصلاة هنا باطلة. عرفت كلامي؟ هسا مسجد الطريقة العزمية في الدام هنا، في الدام بيبنوا فيه قبة أظنها 4 طوابق. وأنا ما أعرف زول ميت واحد بيستفيد من الطوابق شنو؟ إيجار، خاتي سراويله فوق، الله أعلم. 4 طوابق، وده أنا مش صورته بنفسي. 4 طوابق يا ناس، ما تخافوا الله؟ تيجي تتكلم في السعودية وتتكلم في مكان الحرم المكي. السعودية دي الحج الفات كانوا قريب 3 مليون حاج بيصلوا في مكان واحد، بيسجدوا في حته واحده، بياكلوا في
في وقت واحد، فطور وغدا وعشاء وشاي صباح وشاي شنو وقهوة، عرفته؟ واحد فيهم ما رجع جعان ولا فوت وجبة بفضل الله سبحانه وتعالى. الآن الدول اللي بيقول لها كأس العالم عندك بعد 25 سنة بتبدأ ترتب، وعدد جماعة كأس العالم أقل من عدد الحج، وكأس العالم بيجيب في الدولة يمكن مرة في 300 سنة، والحج بيتكرر كل سنة. وناهيك عن العمر الشغالة يومي 365 سنة، 365 يوم في السنة. ديل ما نقول لهم جزاكم الله خير، أمسك بجاي أمسك بغادي. الحرم النبوي ده مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ده لو كان في بلدك دي كان سرقوه طوبة طوبة والله. نحن ساكنين كنا في الدروشاب، جاء حرامي حرامي داير ينزل الساعة من الحيطة، الساعة ساعة كلها يمكن بألفين ينزلها من الحيطة، ما قدر يلحقها، رص المصاحف وطلع فيها بكرعينه ونزل الساعة وشالها فوت وخلى لنا المصاحف قاعدة. انت بتلعب ولا شنو؟ ناس حارسين لك الحرمين. بل ده مكان النبي عليه الصلاة والسلام ومكان الصحابة في المدينة النبوية، عرفت كلامي؟ والخير المساجد الموجودة دي أغلبها، ولا كلام ده أنا بقوله وعارفه حار، لكن بقوله جوا عين أي علماني وشيوعي وغيره. ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ونحن ما عندنا معاهم مصلحة دنيوية زي أنت زي ما أنت بتقول. نحن شغالين معك في البلد، أو بكر ده أستاذ أو ده بهدوم الدراسة جاك، وأخونا ده سواق بتاع ترحال، وداك مزارع وده طبيب وده مهندس وده راعي بتاع غنم، عرفت كلامي؟ قاعدين معاك في البلد دي. وهسه دي لو ادونا مكان نبقى ملوك للسعودية ولا الكويت ما دايرنا، ليه؟ عشان نجغم العلمانين دي هنا. فنحن ما عندنا معاهم مصلحة دنيوية سعوديين إطلاقا، وكذاب كذاب، وأي علماني زيك كذاب لو قال نحن عندنا مصلحة مع السعودية، وإلا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لو عندنا مصلحة كان مشينا والسعودية تخارجنا مرة واحدة. العجبنا شنو التراب ده، والعجبنا في العجاجة دي شنو؟ نحن قاعدين هنا عشان الدعوة وعشان نجغم العلمانين والملاحدة وأعداء الدين دي. تاني بتقطع الكهرباء داك محلنا بتاع الرجل، خلينا من الموضوع ده. طيب فالسعودية جزاء الله خير المساجد بنات لك، المصاحف هسه في بيتكم لو مشينا بنلقى مصحف الملك فهد قاعد في بيتكم، ده جا من وين ده؟ طبعوا لك منو؟ ما تقول لهم شكرا ساي، ما في شكرا. نحن ما قلنا النازل معصومين السعوديين ولا مكملين، بيخطئوا وبيصيبوا وبيقصروا في حق ربنا، وتاني بيصيبوا وفيهم الكعب وفيهم الكويس وفيهم البطال، لكن كونك تنسفهم بجرة قلم ده والله بنرفضه، لأنه النازل حامين الإسلام. ويكفي في السعودية إنه ما في قبة واحدة تعبد من دون الله، ما في ما في. أو ده عندك أبو حراز قالوا فيها 99 قبة، 99 قبة. المرأة الما والدة بتمشي القبة، عرفتها؟ المزارع الما نزل لمطر إلا من رحم الله. طبعا في ناس كويسين لكن ديل ناس كعبين وناس دعاة شرك وضلال اللي بيسووا كده. المزارع الما نزلت له مطر بعضهم يمشي القبة، يقول يا شيخ ادينا مطرة، ده شرك. السعودية نحن بنحترمها عشان توحيدها، عملت حفلات ما عملت حفلات الله يغفر لنا وليهم، لكن ديك بلد توحيد نظيف نظيف نظيف، ما في أي لعب، ما في أي قبة، ما في أي وسن، ما في كنيسة، ما في صليب. هناك في لا إله إلا الله محمد رسول الله، وده السبب وده السبب اللي بيخلي العلمانيين يكرهوا تلك البلاد. أول ما يجي داخل يقول لنا السعودية دي بلد ما بعرف كعبة، يا أخي نحن قلنا لك شلونك؟ احنا ما جبنا سيرة السعودية، لكن انت الحارقك في السعودية شنو؟ لأنه بلد توحيد، وانت دار المعاصي ودار الذنوب ودار الشرك ودار العهر والفساد، عشان كده ظهرنا علي بلدو. علي بلدو ده أها يا علمانين، معلش يا طلبة ما انتوا الكلام ده للعلمانين، علي بلدو ده تابع لمنو؟ علي بلدو ده علماني من قوى الحرية والتغيير، قاطع شعره كده وعامل خصل وبيعمل كده بيده، عرفت كلامي؟ ده حرية وتغيير نجيب، بتقدر تنكره؟ ما بتقدر تنكره إطلاقا، ما بتقدر تنكره. ويومي ويومي نسقح الديل، يومي جايبين لنا بلوة في البلد دي، آخر بلوة جاء ممثلهم علي بلده قال دار اللواط، ها؟ قال دار الشغلة دي تستمر
طيب المذيع ساله قال له يا علي بلدو يا بروفيسور، قال له والموضوع ده لو في اسرتك في مجتمعك الخاص خاص الخاص يعني اسرتك بترضاه؟ قال له ان وجد فمرحبا به. ده الدين بتاع العلمانيين، ده الدين بتاع العلمانيين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء. نحترم جميع الطلاب. طيب بعد ذلك قال أي زول لازم يكون مسلم؟ قال ده المتحدث الأول قال كده، وانت جيت قلتوا ممكن يكفر. ما قلنا كده، تكذب علينا ونحن قاعدين، ما بيجوز لزول يكفر. أنا كلامي كان شنو يا طلبة؟ كلامي مش هسه قلته في موضوع فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، جاي تكذب انت يا اخي؟ ربنا قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ما في كفر، ربنا ما اباح الكفر. الكافر بيمشي جهنم، عرفت كلامي؟ والمسلم بيمشي الجنه. وده جوابك على سؤالك اللي قلته في اخر حاجه: الجنه خلقت ليه؟ خلقت للطائعين للموحدين، والنار خلقت للمجارمة والملاحدة والكفرة القاعدين يحاربوا الدين. بعد ذلك قال محاضرة خطر الإلحاد على الشباب، والمفروض ما بعرفوا شنو يا زول. انتوا مش قلتوا حريات؟ مش قلتوا شعار الثورة حرية سلام وعدالة؟ ليه لما نمارس سموها كده بفهمكم انتوا، لما نمارس حريتنا ليه انتوا بتزعلوا؟ ليه بتزعلوا؟ نعمل محاضرة عن خطر الإلحاد، والجاي لسه التقيل جايك ورا، في شغل جايك إن شاء الله تعالى، عرفته؟ الآن الحمد لله العلمانيين اتكشفوا في البلد دي، والله، والحرية والتغيير اتكشفت في البلد دي بفضل الله سبحانه وتعالى، وإنه ناس جوا عشان يحاربوا دين الله سبحانه وتعالى، عرفته؟ ونحن لهم بالمرصاد إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.